يستضيف المغرب أضخم مناورة عسكرية في إفريقيا، حيث كشف الجيش الأمريكي قيامه بالترتيبات والاستعدادات اللازمة لجعل المناورات التي سيحتضنها المغرب ما بين نهاية مارس وبداية أبريل من العام المقبل. وحسب المساء فإن هذه المناورات ستكون أكبر وأضخم بمرتين أو ثلاثة مقارنة بما عرفته مناورات السنة الماضية، علما أن النسخة الماضية بمدينة أكادير عرفت مشاركة 2500 عنصر من دول المغرب والسنغال وتونس وإسبانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا وأمريكا، وشملت برامج لتدريب القوات على خاصية التدخل السريع، كما جسدت المناورات أداء الجيوش في حال ظهور عدو، إذ استخدمت مروحيات وسيارات عسكرية رباعية الدفع. زلزال سياسي في الجزائر وتندوف بعد تصريحات عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر، والتي أكد فيها أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين. وخيمت الصدمة على قيادات الصف الأول بجبهة البوليساريو الانفصالية، خصوصا أن حزب جبهة التحرير الوطنية لم يخرج بأي توضيح ردا على تصريحات سعداني التي انتصرت للعلاقات المغربية الجزائرية وملف الاتحاد المغاربي. واعتبر العديد من المتتبعين للعلاقات المغربية الجزائرية أن تصريحات سعداني تخفي وراءها تحولات إيجابية في الموقف الجزائري تجاه ملف الصحراء المغربية مستقبلا، لا سيما أن سعداني مقرب من رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قيد صالح. وتكمن قوة تصريحات السياسية الجزائرية كونه سبق أن ترأس المجلس الشعبي الوطني من 2002 حتى 2007، وهو عضو بارز في حزب بوتفليقة ومقرب من مركز صانعي الجزائر. في مقابل ذلك هناك من يرى أن تصريحات سعداني قد تدخل ضمن حرب تصفية الحسابات والملاحقات التي طالت رموز النظام السابق، ولم يستبعد أكثر من مصدر متتبع للشأن الإقليمية بالمنطقة أن يكون موقف القيادية الجزائرية بمثابة توظيف لملف القضية الوطنية في سياق حرب تصفية الحسابات في هرم الدولة الجزائرية. وتأتي تصريحات سعداني على بعد أقل من أسبوع من تجاهل وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أي إشارة لقضية الصحراء في لقاء جمع وزير الخارجية الجزائرية ونظيره الإسبانية الذي أجرى زيارة إلى الجزائر. ويعد تجاهل الجزائر لملف الصحراء خلال اجتماعها مع إسبانيا سابقة من نوعها، خصوصا أن ملف الصحراء كان حاضرا دائما في المشاورات السياسية بين الجزائر ومدريد. وإذا علمنا أيضا أن إسبانيا عضو بارز بمجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن الدولي. مواقع إعلامية تابعة لقيادات جبهة البوليساريو الانفصالية عبرت عن خيبة أملها في تجاهل الاجتماع الجزائري الإسباني لملف الصحراء، وهو ما ترك انطباعا لدى المتتبعين بأن ملف الصحراء لم يعد مهما للجزائر في ظل التحولات التي يعرفها هذا البلد. وكان سعداني أكد أن الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة. وأضاف سعداني في حوار مع جريدة كل شيء عن الجزائر الجزائرية أن العلاقة بين المغرب والجزائر هي أكبر من هذا الموضوع، والآن الظرف مناسب لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولا وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي. وأوضح القيادي البارز في حزب بوتفليقة أن التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير وأيضا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر تونس وشمال إفريقيا، مسجلا أن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين المغرب والجزائر، لأن الأموال التي تدفع لمنظمة البوليساريو التي يتجول بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عاما سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها.
يبدو أن العلاقات بين المغرب وفرنسا ليس في أحسن حالتها بسبب أزمة جديدة تشهدها باريس والرباط، على خلفية عدم لقاء وزير الخارجية الفرنسي بناظره المغربي في نيويورك. وزعم الموقع الفرنسي موند أفريك أن العلاقات بين المغرب وفرنسا التي كانت قوية للغاية لفترة طويلة تمر الآن بمرحلة برود واضح، معتبرا أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية جون إيف لودريان لم يجد الوقت في جدول أعماله للقاء وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، علما أن الوزير المغربي طلب اللقاء المعتاد مع ناظره الفرنسي. واعتبر ذات المصدر الفرنسي أن إشارة أخرى على تدهور وضع العلاقات الفرنسية المغربية منذ نهاية شهر يوليوز الماضية، وهو شن وسائل إعلام فرنسية حملة إعلامية معادية بوضوح للنظام المغربي في فرنسا تستهدف المملكة ومؤسساتها. وأوضح ذات المصدر أن هذا الموقف دفع المراقبين إلى طرح سؤال حول ما يكمن وراء هذا العداء الذي يظهر كل من المسؤولين ووسائل الإعلام الفرنسية. ووفقا لذات المصادر فإن فرنسا تخشى أكثر فأكثر على مصالح الاقتصادية في المغرب، إذ من المنتظر إطلاق صفقة تمديد الخط فائق السرعة قريبا بين الدار البيضاء ومراكش كخطوة أولى، كما أن الصينيين معنيون بهذا المشروع الذي تعتبر باريس حقا لها. بالإضافة إلى ذلك تنظر فرنسا باستياء شديد إلى ملف النقل الحضري العمومي في أكبر مدن المملكة. وأشارت إلى أنه بعد مراكش طنجة أكادير وخريبكا مررت صفقات النقل الحضري في جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة الدار البيضاء الكبرى للشركة الإسبانية ألزا، وهو الأمر الذي لم تقبله فرنسا لخسارة هذه الأسواق بعدما اعتادت لعدة عقود على المعاملة التفضيلية في المنطقة المغاربية. يبدو أن تصريحات السياسي الجزائري عمار سعداني بخصوص مغربية الصحراء أزعجت السلطات الجزائرية ودفعتها للرد. وقال حسن رابحي وزير الاتصال الجزائرية اليوم الاثنين في ندوة صحفية إن تصريحات مواطنه السعداني تخصه وحده ولا تعني دولة الجزائر. وشدد المسؤول الجزائري نفسه قائلا موقف الجزائر من مسألة الصحراء واضح. واستطرد ربحي تصريحات الأفراد لا تساوي مقدار ذرة، وهم أحرار في التعبير عن مواقفهم الشخصية، وهذا ليس له وقع على مواقف الدولة والقضية الصحراوية التي تتولاها الأمم المتحدة. يذكر أن الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطنية في الجزائر عمار سعداني خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مثيرة حول ملف الصحراء. وقال عمار سعداني في حوار: من الناحية التاريخية أعتبر أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين. وخرج المسؤول السياسي الجزائري عن صمته قائلا بأن الجزائر تدفع أموالا طائلة للبوليساريو منذ أزيد من 50 سنة، ودفعت ثمن ذلك غاليا دون أن تقوم هذه الأخيرة بأي شيء أو أن تخرج من عنق الزجاجة.